بعد عقد من حرب مدمرة، ليبيا تستشرف الأمان والاستقرار باستئناف كبريات شركات الطاقة العالمية نشاطها. هنا في قمة ليبيا للطاقة والاستثمار يتزاحم عمالقة النفط والغاز على افتكاك أول عقود الاستثمار. دولة ليبيا أصبحت آمنة وأصبحت بالإمكان أن ترجع الشركات التي كانت تشتغل فيها، خاصة شركات الخدمات، سواء في قطاع النفط، سواء في البنية التحتية، سواء في المشاريع المختلفة. وهي حقيقة لاحظنا احنا من بداية حكومة الوحدة الوطنية أن شركات عديدة رجعت، اللي هي تقوم بإنشاء محطات للكهرباء وإنشاء طرق، خاصة طريق الدائري الثاني وطرق عديدة في كافة أنحاء الدولة الليبية. استئناف الاستثمار الأجنبي في الحقل الطاقوي الليبي يتزامن مع إعلان طرابلس نيتها رفع إنتاج البلاد من الخام إلى أزيد من 2 مليون برميل يومياً. نسعى للتشجيع على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وزيادة القدرة الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتعويض الإنتاج المفقود بسبب الانخفاض الطبيعي من خلال الحفر التطويري وزيادة إنتاج النفط إلى 2.1 مليون. نوايا وطموحات ضخمة أثارت مبكراً شهية كبريات الشركات العالمية تتقدمها توتال الفرنسية، التي وقعت أولى صفقاتها مع السلطات الليبية من أصل 2 ملياري دولار يعتزم عملاق الطاقة الفرنسي ضخها في مشروع الواحة النفطي. تم توقيعها اليوم، هي اتفاقية شركة توتال للطاقة قامت بتقديم مقترح إنشاء محطة كهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا على أساس أن يتم البناء ويتم دفع تكاليفها على مدى 25 سنة. محاولة فرنسية متقدمة لوضع قدم لها في ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في إفريقيا، تترافق مع استحواذ توتال على أصول مجموعة كونونكو فيليبس الأمريكية في ليبيا، في خطوة ترسم لتحرك فرنسي لإزاحة الوجود الأمريكي من السوق النفطية الليبية.